الأمام. رغم مرور 3 أيام على تدريب الدفعة المستجدة الخاصة بمكافحة الإرهاب وقوات الطوارئ، ستجد أن الانضباط وتناسق خطواتهم واضحة، ومع ذلك يعاني المعسكر من التهميش والإقصاء من قبل قيادة التحالف والحكومة ممثلة بوزارة الداخلية. نحن نعاني في هذا المعسكر منذ دخلنا من أخرجنا الميليشيات الحوثي وعفاش من داخله، ولليوم لا يعني أين ما صرنا لا جهة بنطالب بحقوق، لن نصل حتى الزي العسكري اشترينا شراء ما حصلناه من الدولة، ولا استجابة ولا زيارات، ولا زلنا نعاني. وهذه الدفعة برضه وسندرب وسنناضل معها حتى يستوون، حتى يتحملون المسؤولية اللي على عاتقهم ويمسكون زمام الأمور، يمسكون بلدهم، ضد العصابات، ضد الأرهاب، ضد الناس المخربين اللي بيخربون الوطن. عامان على البدء بالعمليات التدريبية دون أن تكون هناك جهود في حلحلة الوضع، قيادة المعسكر تفتقر إلى أبسط حقوقها إسوة ببقية المعسكرات في المحافظات المحررة، ناهيك عن انقطاع رواتبهم منذ اندلاع الحرب وحتى الآن. المياه يعني بنعاني منها، الكهرباء بنعاني منها، كل شيء احنا بنعاني منه، لأن المعسكر يعني مدمر. الضباط معي برضه بدون يعني بدون حقوق، بدون مستحقات، بدون كل نهائيا. ولازم ان الدوله ان تلفت عنايه للناس اللي بيكعفوا بيتعبون بالميدان. نشوف الناس يعني لا مبالاه، نطالب نطرق كل الجهات، ولازمنا الناس سنتين في هذا المعسكر. انا مصرح من الجيش وهذا مصرح وهذا مصرح، كلنا بدون رواتب، لليوم ما استلمنا ريال واحد رواتب. الصوره تحكي عن نفسها، انعدام الزي العسكري والوحدات الصحيه وقلة الطعام تعتبر أبرز الهموم والمشاكل التي يعاني منها معسكر اللواء الخامس. نتمنى من الجهات المعنية، قوات التحالف ووزارة الداخلية والحكومة، بمد هذا المعسكر بما يستلزمه من مستلزمات لكي تتم عملية التدريب على أتم وجه. هذا المكان شاهد على تخريج عدد من الدفع، والتي حققت انتصارات بعد تخرجها من هذا المكان كالنخبة الحضرمية، والتي لعبت دورا في قطع شرايين الجماعات الإرهابية في محافظة حضرموت. ليبقى سؤال، هل ستلتفت القيادة ل3500 جندي مستجد، أم سيبقى الحال على ما هو عليه؟ مختار شعتل، لقناة بلقيس، محافظة لحج.